بمجتمعاتنا أشطر شيء الشعر، أشطر شيء الحكي بالهوى هيك عن الأم، عن المرأة، عن أهميتها بالمجتمع، وأنه نص المجتمع والدنيا أم وإلى آخره. بس نجي على أرض الواقع يلي عم بيصير غير هيك. ممنوع المرأة تسافر مع أولادها بدون ما يوافق زوجها. إذا المرأة ضربها زوجها ودقت للدرك وللقوى الأمنية بيقولوا لها بين الرجال والمرأة من المرأة ما بنتدخل أو روحي على المحاكم الروحية. قانون الأحوال الشخصية بلبنان هو قانون مش مدني، هو قانون طائفي، بتضطر المرأة أن تساير رجال الدين لحتى تاخد حقوقها أو لحتى قصار معها شي تروح تتشكى. اليوم رح نحضر سوا قضية عنف بتمثل حالات كتيرة بالمجتمع مخبية، لأنه المرأة بتخاف أنها تحكي الحقيقة، ولأنه المرأة بتخاف من المجتمع يلي عطول بدينا وبيحط الحق عليها. رح نحضر نحن وياكم هلأ تقرير صورته زميلتنا زينة بسيل ونرجع نحكي عنه. ضلعي وغبت عن الوعي، خبيت بالبوت على راسي من دون بغدر من دون معارف، تحروق بالمكواية، يشبقنا بالفحمة إذا كان قاعد عم يشرب أرجيلة. أنا من بطن أمي بلش العذاب من وقت اللي خلقت، يعني فتحت عيوني على هالدنيا وأنا أتعنف، يعني ما شفت يوم حلو بحياتي. يعني أنه قلت أنا كنت فاكرة كنت صغيرة، قلت أنا أنه هيدي البنت أنه هيك لازم تضل، أنه تاكل قتل من الخاي من الباي، أنه كنت فاكرة أنه هيك، ما كنت أعرف يعني في تمييز بين الصبي والبنت كتير. كان العنف الأسري أوسع من هيك. أول شيء هو عنف يمارس على النساء، لكن من كل أفراد الأسرة، ممكن يمارس من الزوج ومن الأب ومن الأخ وحتى من الأم ومن الأخ، يعني من الحما، من البنت الأحمر، يعني نساء بالأسرة ممكن يمارسوا العنف على نساء تانين. فعشنا هيك لحتى اللي صرنا كبار. هلا صار يتقدم عرسان لانه امي ترفض دغري وتاكل البنت خبط وقتل، انه منين عرفتي وين شفتي وين حكى معك. فقمت انا اخترت الشخص اللي هني ما بحبه وتجوزته بدون ارادتهم، يعني مثل بدك تقولي مثل الانتقام. اذا الشاب تزوج خلافا لاراده عائلته، ما حدا بيقتله. ما سمعنا ولا بجريمة تقتل لشاب لأنه تزوج خلافاً لإرادة عائلته. بينما الفتاة إذا قررت تتزوج خلافاً لإرادة عائلتها وهي عم تتزوج مش عم تعمل علاقة خارج، يعني بعد ما عم نحكي عن علاقة خارج عم نحكي عن زواج، تقتل بس لأنه خالفت إرادة عائلتها. عم بسألك لشو بدك المصاري، جاوبي. شو رأيك أنت تهتم بهيدي الأمور؟ شو رأيك أنت تيجي تقعد بالبيت وأنت تشتغل على البيت؟ شو رأيك أنت تسدني عينك لأنه شكلك ماني؟ أنا مريت بعنف من أنا وطفلة، تعودت على هذا الشيء، فصرت أخضع وأسكت، وكان عندي خوف كتير، كان من أهلي بالبيت وإن كان قلق منه كتير كنا نخاف منه. مثلا نسمع طحش طالع على الدرج، الأولادي حرام يقعدوا يكبوا لعبي بإيدين يكبوها، نخاف منه كتير. فيقول له للولد مثلا جهز حالك لقتلة الصليب، الصليب يربطهم على خشبة مثل الصليب يربطهم لحتى الولد يبطل فيه يتحرك. قتلة الفروج بين التختين يربطوا للولد هيك مثل الفروج يربطوا يبطل فيه يتحرك الولد. كانوا الأولاد عطول أجسام مسبغة، يروحوا على المدرسة حرام يطبوا راسن على الطاولات ويناموا قد ما يضرب فيهن يخبط فيهن وما يناموا الليل. كسر ايدي مرة ضل يضرب فيه من الساعة 6 للساعة 6 المساء للساعة 4 الفجر، وهن الأولاد حرام نايمين هيك تحت الحرام وخيفانين، أربعتهم خيفانين، وهو بالقلب الحمام ضرب فيه للفجر ويضرب فيه لحتى طلع مني هيك نفخني مثل البالون وصبغني وكسر ايدي. العنف هو مش فشة خلق، مش انه واحد معصب وفش خلقه، كل الناس بتعصب وكل الناس بتفش خلقها. هيدا عنف عام بيمارس بشكل عرضي، بشكل يمكن مرة بالحياة. يمكن العنف الأسري هو العنف النمطي، العنف السلوكي، لأنه أنت ما بتقدر توصلي فكرتك، ما بتقدر تفرضي رأيك إلا عن طريق العنف. صار يعذبني كتير ابني مثل بيو، صار يقلد بيو، يعني كيف بيو يعمل،
وانا كنت هدد وقال له انا بدي اروح اجيب لك الدلك، يقول لي روح اجيبين. ما انا بتذكر يوم اللي كنت صغير تروحي تبكي وتترجين وما يجوا معك، وروح اجيبي لي اللي عم تهدديني فيهم. وما في عنا لا قانون ولا عنا دوله، نحن ما يعني ما حدا وقف جنبي، ما حدا وقف معي. سمير الجسر، نبيل الاولى، ميشيل الحلو، جيلبرت زوين، علي عمار، عماد الحوت، جان جينجنيان. القانون صورتكم. قدرنا بآخر جلسات ومن خلال بعض أعضاء اللجنة المؤيدين لمشروعنا أنه نمرق بعض التعديلات، لكن نعتبرها منا كافية. يعني بالأول كانت اللجنة عم تقول هو قانون للأسرة كلها، نجحنا أنه يصير العنوان للنساء وسائر أفراد الأسرة، تخصيص النساء بالعنوان، لكن هلأ معركتنا أنه نخصص النساء بالمضمون. أنا إذا بنتي تجوزت وضربها جوزها، أنا بقول لها أنه ما تسكت من أول كف بدها تاكله، أنه تصد وتوقف بوجهه، لأنه أنا سكوتي اللي وصلني لهون. يعني دمرت حالي ودمرت عائلتي، لو أنا كنت قوية ما وصلت لهون. لو من أول كف أكلته صديته وقفت له، لأنه هو واحد جبان، كل واحد بيضرب مرأة وبيضرب طفل، هو بالنهاية وبالبداية واحد جبان. يعني للأسف ما بيكفي ظلم المجتمع لنا وظلم السياسي لنا والدولة، بيجي ظلم الرجال لأمهاتنا وللسيدات، ومن بعد هيك كمان بعد ما شرحت لنا هالواقع البشع كتير، وإنه بيعلق لأولادها مثل الفروج وبيضربهم، ليكو هيدا الوصف قديش بشع قد ما شافت وعانت هيدا الست، بيضل يضربها كل الليل للصبح وما في حدا يخد لحقوقها. وهيدا واقع بلبنان، وهيدا واقع موجود بشكل كتير كبير، ومش بس من زوجة. يعني ربيت ببيت في ضرب من وقت ما خلقت، ورجع جوزة ورت العنف لابنه، رجع ابنه كمان يخبط الام. قديش بشعة هيدي الام يلي بتقتل حالها ويلي عندها رساله ويلي خلفت هذا الولد. يعني بيو كان يضرب امه، تعلم من بيو هيدي الشغله، لانه عاده الاهل بيكونوا قدوه للاولاد، واذا كان في جهل او ما كان في علم بياخذوا الاشياء السيئه من الاهل. قديش بشعة، ونتمنى انها ما تصير مع حدا. وبعرف انه في كتير ستات عم يحضروني هلا بيتعنفوا بالبيت وما بيسترجوا يحكوا، لانه هذا المجتمع للاسف مجتمع فيه كتير من التخلف، وبينظر للمراه بشكل كتير غلط إذا بتطلق جوزها أو إذا بتطلب إنها تفل أو بتطلب إنها تبعد عن أولادها، لأنه جوزها عم يضل يخبطها. يمكن ما بعرف ليش بهذا المجتمع بنظر، وإذا المرة ضل موطي راسها وضل تاكل قتل كل النهار وما تحكي أي شيء، أو بتصير مرة ما بتسوى بالمجتمع. وخبرتنا كمان السيدة إنه جوزها حاليا عايش برا، خبرتناهم تحت الهواء، وإنه متزوج. سألناها أقولك بيضرب مرته، قالت لها هونيك ما بيسترجي، هونيك في قانون بحطه بالحبس. يا عم الولد برا ممنوع حدا يمد ايده عليه على الولد الصغير. نحن هون للاسف صار جزء من تربيتنا، اضربه بيطلع رجال، اضربه بتطلع انت رجال. اهم شيء انه الرجال بده يضرب مرته لحتى هيك يتباهى برجوليته، لحتى يرضي نفسيته من جوا لما بيضرب مرته. عندنا بلبنان بيعتبروا هيك مواضيع سخيفه، انه في اشياء اهم بالبلد، في اشياء اهم من المراه، في اشياء اهم من الام. يلي اذا طلع في رجال للاسف بالسياسه، اذا طلع في رجال بالسياسه بلبنان هن من وراء اماتهم، اذا في مقاومين بلبنان هن من وراء امهاتهم ومن وراء تربيه امهاتهم، اذا في عسكر بلبنان وشهداء حقيقيين هن من وراء اماتهم، وإذا صار في مجتمع فاسد بلبنان هو من وراء فساد معظم الرجال يلي عم بفضوا عقدهم وعم بفضوا النقص يلي عندهم بتعنيف المرأة. هيدي حدود رجوليتهم. والأهم إنه اللجنة يلي شفتوها انسحب منها النواب نبيل الأولى وشان جينجنيان، وهن النائب نبيل الأولى تابع لتيار الوطن الحر، والنائب شان جينجنيان تابع للقوات اللبنانية. واللي عرفناه كمان إنه في اعتراض تصلنا فيهم اثنيناتهم وهن برات البلد، واللي عرفناه كمان إنه في اعتراض من قبل عدد من النواب تابعين لمختلف وكل التيارات السياسية، معناتها بكل تيار سياسي، وإذا بدنا نعكسها بنقول بكل الطوائف في لبنان، في ناس معترضة على هذا القانون بحجة أنه بيخرب البيوت وبيتناقض مع قانون الأحوال الشخصية. ولحتى نحكي عن قانون الأحوال الشخصية، قانون الأحوال الشخصية صار له 40-50 سنة ما تعدل، بعدنا عايشين 20-50 سنة لورا وبعدنا منعيش بحسب هذا القانون. فالنواب يلي انسحبوا يبدو والمعترضين على هذا القانون من كل الأحزاب اللبنانية وكلهم ضد هذا القانون، ما عم بقول كل الأحزاب ولكن من كل حزب في حدا، من كل طائفة في حدا. اليوم جمعية كفا عم بتطالب من ال 128 نايب يلي للأسف ثلاث أرباعهم ما عنده شي يعملوا، ولا فاضي نص قوانين ولا فاضي يعمل شي، معظمهم موظف عند رؤساء الأحزاب أو باش كاتب عند شي سفير من لدولة عربية. عم تطلب جمعية كفا من النواب إنه يوقعوا يمضوا على عريضة
تدعم مشروع القانون. وللأسف لهلأ في 27 نائب بس مضيوا على العريضة، والجمعية عم تتصل لتاخد مواعيد مع النواب، ولكن المفروض هذا الموضوع يكون أسرع من هيك. بشان هيك الاقتراح الليلي يلي رح نقترحه بالإذن من جمعية كفا ونحن وياهن، إنه نتصل نحن بالنواب باسمنا وباسم جمعية كفا، نتشارك معهن ابتداء من الأسبوع الجاي لنسمع جوابهم الواضح. يعني نتصل فيهم نقول لهم حضرة النائب نحن فتحنا هذا الملف، بدنا جواب منك واضح، هل رح مستعد تمضي على العريضة أو مش مستعد تمضي، لحتى كل الشعب اللبناني يعرف جوابهم لهودي النواب، ولحتى نحن نعرف الموقف يلي بدنا ناخده، لأنه في رجال بالمجتمع اللبناني بكرافتاتهم وببدلاتهم وبمكاتبهم وبسيارتهم وبنمرتهم الزرقاء، ولكن نحن بحاجة لرجال حقيقيين، مش رجال بالنمرة الزرقاء ولا رجال بالكرافات ولا رجال مكتوب عن عمرهم حكومي وعندهم حصانة وعندهم مواكب. بدنا هيدا تيست هلأ لنشوف مين الرجال بالدولة اللبنانية مستعد يحمي الأم اللبنانية، مستعد يحمي الأخت، مستعد يحمي البنت الصغيرة البريئة، مستعد يحمي الطفل. إذن حملة تضربه بيطلع رجال وضربه بتطلع أنت رجال، أطلقناها الليلة باتجاه 128 نائب. أولا رح يدق تليفونكم ورح تسمعوا أصواتنا، صوت أنت حر وجمعية كفا، وبدنا جواب واضح وصريح بهذا الموضوع. وبدي أوضح أنه النواب انسحبوا لأنه معترضين على التعديل يلي صار على القانون. اللجنة كانت عم تدخل تعديل على هيدا القانون لأنه المفروض أنه يتعدل لحتى يتماشى مع الوضع الاجتماعي ومع الجرائم اللي عم تصير، فالنواب انسحبوا يمكن اعتراضا على التعديل. وبرجع بقول رح نستمر ورح نتصل بال هلأ إذا 27 مضيوا رح نتصل بال 100 نايب يلي باقيين لحتى نشوف شو رح يكون جوابهم الواضح والصريح، واللي ما رح يرد علينا رح نعتبر أنه جوابه هو رفض تعديل هذا القانون، ورح بإذن الله نسميهم كلهم على الهواء. بريك ونتابع آخر بارتي من برنامج انتحر.